يعني ها بستان الحمراء، هاي اسمها بستان الحمراء بركة أو بركة أو بركة الحمراء، بركة الحمراء أو بستان الحمراء، شايف نعم. كيف؟ وهذه كلها سلوان، أيوة هذه كلها سلوان، وهذه نعم. المنطقة اسمها سيتي أوف يابوسيين، نعم بلدة اليابوسيين 3000 سنة قبل الميلاد، نعم شايف كيف؟ اليوم بقولوا لك عنها ديفيد، صح بالناس تطلع صورتنا، صح خلص مفهوم. لا معروف معروف معروف، بلاش نوضح يعني، صح معروف معروف. هذا بقول لك انا ما تسجلش هذه، طيب بس خلينا طيب بس طيب خلص وقفت قديم، نعم. والميه كانت، وهذا شارع، هذا شايف، صح شايف الباب هذا، صح ايوه هيو الباب، كانت السياره تيجي من هناك وتعبر هون، صح وقو احنا ماشيين بالشرف لما كنا نمشي على الشارع، كان شارع رئيسي، نعم. هذا كله شارع، واحنا نمشي نعم. كنا الصخر هذا في فيها نعم. تمسك فيها تمسك يوم كذا في العادة، صح. والقناة تحت الأسمر هذا مجاري، شايف تحت الأسمر كانت القناة، وهي لا تزال القناة تنزل على البساتين، هاي البساتين اللي بكونوا باقين بدهم يسووها يفحروها وقيموها يسووها، نعم. مش تلمودي والله ما نعرف، صح. حديقة التوراتية، حديقة التوراتية، صح يرحم بيك، حديقة التوراتية، هذا البستان كله كل عليه كله سكان وأهالي، نعم. شايف كيف؟ والله يعطيك العافية. والمية عبرت من العين الفوقة اسمها العين الفوقة المعبر، نعم. بتمشي القناة، قناة القناة طولها 533 متر، لما منتهى القناة شو بكون؟ بركة، هي بركة سلوان، والأعمدة اللي شفتها في المية بقايا كنيسة بيزنطية، هذا الدرج كمان يعني حفروا هذا قبل 7 سنين 8 سنين يعني كل 10 سنين، هاي طلع الدرج، درع الدرج، وهذا كله درج بودي على البركة رومان وبيزنطي، بس كان الظاهر بودي على بركة، هذا الدرج ما فيش بجوز كان يودي بركة، شكلها زي بركة يعني، شكلها يعني هي كانت، انا بقول لك يعني الناس نقول لك قبل 500 الف سنه ولا صح قبل 100 سنه ما في، يعني بصراحه بقول لك يعني فيش مجال، فيش اسوار، فيش شوارع، في الشتاء القوي كل المي كانت تتجمع هنا، سموها بركه الحمراء، هذه حتى اقول لك لو بركه زي ما بدعي بركه سلوان، تعرف شو بركه سلوان اللي اشفى المسيح عليه السلام الاعمى فيها، أشفى، صح. معجزة المسيح عليه السلام أشفى وين؟ في بركة سلوان، هذه حتى أقول لك هذه للكنيسة البيزنطية، لدير الروم الأرثوذكس، بأجرها لواحد مسلم لو مزبوط، هذه بركة والمسيح أشفى فيها الأعمى، بأجرها لمسلم؟ لا مزبوط ولا لا؟ صح منطق، من 1930 مع العرب، مع المسلمين، صح. هي وقف اسلامي او وقف اسلامي، وقف اسلامي، لا مش وقف، انا ما انا اللي انا المسؤول عنها، واضح علي لو يجي كل يطلع منها، لا كله تفضل ارضك، هذه مش ارضي انا، باكلش حرام، صح. يلا الله يعطيك العافيه، يعني انا وانت وضاك وضاك شو ما اخذ معنا، صح. بكره اخر تحت الارض بدها تلف، وبعدين اقعد تحاسب عليه، الله يعطيك العافيه حج. الله يعطيك العافيه، تفضل.